الحقيقه سنه 2023 كانت سنه خير، كلها يعني نجاحات وكلها انجازات حققها رجال وسيدات النادي الاهلي في الرياضات المختلفه وفي الرياضات الاخرى بصفه خاصه، ولا سيما رياضات طبعا الصالات اللي احنا نتقال علينا فيها ان احنا اسياد الصالات بالمعنى الحرفي للكلمه. يعني لو ذكرنا لحضراتكم ان رجال يد النادي الاهلي لوحدهم، يعني الفريق ده لوحده بيقفل السنه وهو مقفل 5 بطولات مختلفه، فطبعا ده شيء عظيم، وفي انجازات غيره كتير قوي الحقيقه اتحققت في الالعاب والرياضات الاخرى في النادي الاهلي. تعالوا نتكلم عن هذا الامر ونفتح هذا الملف مع ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا في حلقتنا النهارده، الاستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا استاذ محمد. صباح الفل على حضرتك يا استاذ كريم. صباح الهنا على حضرتك استاذ محمد. وملفات مهمه جدا، ونتكلم برضو عن نجاحات كتيره تحديدا في النادي الاهلي في رياضات مختلفه. انا ممكن ابدا كمان بيد الاهلي، خلينا نبدا من هنا. ومع النجاحات اللي احنا بنتكلم عنها، انا عايزه برضو من خبره حضرتك تقول لنا الاسباب بتاعه التطوير اللي بيحصل فجاه، او بيحصل مش هقول فجاه، بيحصل بشكل يعني ملحوظ، ده بيبقى راجع لايه اصلا؟ هو اول حاجه طبعا اكيد يعني في تخطيط لقطاع الرياضات الاخرى والالعاب الاخرى في الاهلي. الموضوع ده نتاجه من سنين فاتت النادي شغال عليه وبيقولي القطاع ده اهميه كبيره، مش يعني مش زي ما الناس متخيله. طبعا اكيد وليد يعني كره القدم اكيد ليها الشعبيه الكبيره، ليها الاهميه الكبرى، هي عنوان النادي، كل الكلام ده اكيد كل الناس عارفاه. لكن النادي بالنسبه لهم الالعاب التانيه دي مش حتى جزء فيها مهم جدا او في الاستراتيجيه اللي الاهلي بيشتغل عليها، ان هو حصد البطولات بس، لكن انت كمان عندك اجزاء تانيه، ان انت شريان رئيسي لتصدير كل العناصر بتاعت المنتخبات طبعا، المنتخبات الوطنيه. وده بنشوفه في كل الرياضات وفي كل الالعاب سواء على صعيد الرجال او السيدات يعني. لكن الاهتمام السبوت بدا يتحط بشكل كبير الفتره اللي فاتت، نظرا لان النتائج ما بقتش حتى مردودها على المستوى المحلي بس. احنا لما نشوف الاهلي السنه دي بيلعب في ثلاث كاس عالم، بما ان احنا بنتكلم دلوقتي وفرقه الكوره بتنافس على برونزيه بطوله العالم للمره الرابعه في تاريخها، فكان عندنا 3 فرق مشاركه في كاس العالم السنه دي في العاب مختلفه، الباسكت، الهاندبول، نهايه بكره القدم يعني. فمفيش نادي في العالم عنده ال4 فرق شاركوا مبدئيا في كاس عالم في الالعاب المختلفه، مفيش نادي في العالم عنده 3 انديه 3 فرق بتشارك في نفس السنه في 3 كؤوس عالم. فده اللي خلى الشغل اللي الرجاله بتعمله او اللي اللعيبه بتعمله في الملعب بقى ليه مردود عالمي. يعني انت الاهلي دلوقتي 5 عالم في الهاند بول. احنا بنتكلم على صعيد الرجال والسيدات في العموم في كل الرياضه، ده حقيقي. وحتى البنات لو هنتكلم برضو عن ادائهم في خلال السنه دي، قدموا اداء مميز جدا، خدوا 3 افريقيا، ولما راحوا شاركوا في بطوله افريقيا حتى بره مصر لما كانت في الكونغو وقابلوا بلاء حسن وقدموا نتائج كويسه جدا. صحيح. وكانوا قريبين من المحافظه على البرونزيه لولا بعض يعني الامور البسيطه. طيب احنا كده متفقين على ان ومن قديم الازل دايما القوام الاساسي والرئيسي لاي منتخب في اي رياضه بيكون من لاعبي ولاعبات النادي الاهلي. عايزين نمر كده سريعا على ولاد النادي الاهلي اللي بيشاركوا في المنتخبات الرياضيه المختلفه، ادائهم في 2023 كان عامل ازاي ونتج عن ده ايه؟ لا اداء مميز، يعني كل الناس اشادت بيه، كل الناس قالت انه لعيبه الاهلي كانوا حجر مهم جدا في الشكل اللي بيظهر بيه المنتخبات الوطنيه. يعني على سبيل بس المثال، مش هنقدر نحصر كل مش هنقدر نحصر كل الاسماء، في لعيب في الاهلي اسمه بلال ابراهيم خد افضل جناح ايسر على مستوى العالم في بطوله العالم للشباب لكره اليد. واحد من ضمن المواهب اللي كل الناس حاطه الانظار عليها بالرغم انه بصغر سنه، يعني هو لسه لغايه دلوقتي 20 سنه هو 21 سنه الناس كلها شايفه انه ده اللعيب ده. هو لسه بالمناسبه لسه عندهم بطوله عالم، لسه عندهم كاس عالم كمان السنه الجايه، المفروض هيلعبوا بطوله افريقيا في 2024 ويبقى عندهم كاس عالم في 2025، يقدر انه منها خلاص هيبدا بقى يكون عنصر رئيسي في الفريق الاول. هو لغايه دلوقتي بدايه من دلوقتي مستر ديفيد ديفيز بيصعده يبقى موجود لما بيحتاجه. لازم بالكيفيه اللي حضرتك بتتكلم عليها ده لازم ينضم. ده بالاضافه ان حتى انا مش هقول لحضرتك انه مستر ديفيد ديفيز في النادي الاهلي شايفه، لا ده احنا كمان بنتكلم على مستوى المنتخب الوطني. مستر كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر ضمه في التجمع الاخير اللي قبل افريقيا اللي هتكون موجود عندنا في مصر هنا الشهر القادم،
شايف ان هو لعيب مهم جدا من ضمن اللعيبه اللي هيبدا يتحط عليها استراتيجيه وشكل يبدا ان هو يمشي عليه السنين الجايه.